بالثوب في شعر بالروح بالدم نفديك يا غزة للأسف يده ملوثة في الدماء. هذا القتل الذي يجري في غزة برعاية أمريكية كاملة من الغرب المستعمر. نحن نقول لبايدن لا أهلا ولا سهلا به، وكل مخططاته التي يسعى لها سيفشلها الشعب العربي. أقل ثمن ممكن ندفعه لأهلنا بفلسطين. إحنا كل اللي يطالع بإيدنا أنه نطلع مسيرات نحاول نعمل إشي لأهالينا بفلسطين، بس إحنا ما بدنا سفارة أمريكية، لأنه أمريكا بالنسبة لنا هي أصل كل إشي، ولازم يطلعوا من عنا، لأنه هاد مش إشي عادل أنه نستقبل ناس عم بقتلوا أهالينا. نحكي لبايدن ما يجي ومش أهلا ولا سهلة فيه، ويطلع هو قواته الأمريكية من عنا وهو قواعده الأمريكية كلها تطلع من عنا، لا أهلا ولا سهلة فيه، وإحنا مع المقاومة، كلنا مع المقاومة. كل الأردن حتى هو. كل الأردن حتى هو.